اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل حلقه كلها نشويات، عباره عن بطاطا وبطاطس. هنعمل بطاطا بالشوكولاته والبندق، وهنعمل كمان طبق بطاطا مع بطاطس ولحمه مفرومه. تعالوا نشوف مقادير البطاطا مع البطاطس. هنجيب بطاطا يا اما نقشرها ونحطها في الفرن، يا اما نسلقها ونهرسها كويس. وكمان البطاطس دي معانا لحمه معصجه وزبده وذره وفلفل احمر واخضر مقطعينه كاريه صغنن قوي، ومعانا بودره بصل وثوم وبابريكا وبهارات وكريمه لبان. اول حاجه هنعملها، انا هجيب كده البطاطس دي لسه سخنه مولعه، فايه هجيب مكعبين زبده مع بقى هتبلها بالبابريكا وبودرة البصل بودرة الثوم. الوصفة دي من الوصفات الحلوة جدا 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 للأطفال، بتبقى لذيذة لو جالنا ضيوف جديدة. يعني أهرس كده البطاطس كويس قوي، احط معاها ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود، واقلبها كده تمام. اصلا البطاطس من الحاجات اللي كلنا بنحبها، والبطاطا احنا متعودين عليها ناكلها اكتر يا اما مشويه في الفرن يا اما بالبشاميل، قليل قوي اللي بيستخدمها كنوع من انواع الحوادق في الاكل مع انها مفيده جدا. اللحمه المعصجه مش عايزين ننساها، احطها كده مع التوابل. نحط كمان البصل، والبابريكا، وبودرة الثوم. طالما كده ولا كده السبايسز دي موجودة عشان البطاطا والبطاطس، عشان كده انا حطيتها على اللحمة، لكن لو مش موجودة ممكن نكتفي بالملح والفلفل وخلاص. بس نقلبها كده بس ونسيبها ايه تستوي كده براحتها. ده بشاميل. هنبتدي نحط البشاميل، محبة صغيرة جدا من الكريمة، ونقلبها بس. نبتدي بقى نحطها هنا كده، بس وافردها في الطاجن. هنبتدي بقى نعمل تقريبا نفس اللي عملناه هنا. هنا نحط الزبدة ونقلبها كويس قوي، بحيث ان احنا نبقى متأكدين ان الزبدة ساحت جواها.
وبعدين هحط عليها البابريكا وبودرة البصل والثوم والبهارات. واقلب كويس. واحط البشاميل. نقلبها كده مع حبة من الكريمة. نبتدي بقى نحط الفلفل الأخضر كده. والذرة. دي بقى لما يجوا الضيوف بتبقى لذيذة جدا، بتتقطع كده زي المكرونة بالبشاميل وبتتقدم جنبيها لحمة او فراخ، تبقى حلوة قوي. بصي كده تمام، اللحمة خلاص استوت. نبتدي كده نفردها. ممكن لو حابين تزودوا جبنه طبعا هتبقى حلوه جدا، بس انا يعني حبيت اعملها من غير جبن عشان في ناس مش بتحب خالص الجبن في الاكل، لكن لو عايزين ممكن تزودوا جبنه في النص وعلى الوش كمان. بقى نغطيها كده بالفلفل الأحمر بس. وبعدين بقى نحط البطاطا. بس هحط بقى بقية الكريمة. عشان بس تعمل ايه طبقة. بس وبندخلها الفرن لمدة ربع ساعة. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل عشان نرجع نعمل البطاطا بالشوكولا والبندق؟ وخليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، هنبتدي بقى نشوف الحاجة الحلوة اللي هنعملها النهاردة ايه. اول حاجة هجيبها كده هنعمل برضو بطاطا بالشوكولا، بس الشوكولا القابلة للدهن اللي احنا بنعملها في السندوتشات اللي هي بالبندق اللي محطوطة في برطمانات، وده زبدة معانا وقشطة وبندق. اول حاجة هعملها ان انا هلخبط الشوكولاتة بتاعتي، اصلا الشوكولاتة دي من الحاجات اللي احنا يعني بناكلها كده بالمعلقة، بس ما تعملوش كده عشان بتتخن جدا. وهنجيب معلقتين القشطة
وهنلخبطهم كده مع بعض، هنلخبطهم كويس لحد ما احس ان ايه القشطه مش باينه. برضو دي من الحاجات اللذيذه جدا اللي لما يجي لنا ضيوف ممكن نعملها، ومكوناتها كلها سهله. يعني لو عندنا البطاطا في البيت خلاص، شايفين اصلا بقت عامله ازاي. نبتدي بقى نجيب البطاطا نحطها كده، وهنجيب الزبدة، ولازم تبقى سخنة عشان نعرف نقلب البطاطا بالزبدة. نقلبها كده لحد ما الزبدة تسيح جواها. حابين تحطوا سكر بودرة مفيش مشكلة، بس انا حاسة ان الشوكولا مع البطاطا مسكرين الى حد ما، ان انا مش يعني مش لازم احط سكر، بس لو بتحبوا الحاجة المسكرة قوي ممكن تحطوا سكر بودرة بودرة، لكن التاني هيقرمش كده ويبقى مش لطيف واحنا بناكله. يعني خلاص الزبدة ابتدت تسيح، ممكن نشيل الحاجات دي كده. نبص كمان على في الفرن. اه خلاص يا دوبك نشيلها، هطلعها بقى. شايفين منظرها عامل ازاي؟ طعمها كمان هيبقى يجنن. نبتدي بقى نجيب شوية من البندق ده، هنحطه هنا كده، نلخبطه كده مع البطاطا. عايزين تحطوا عين جمل مفيش مشكلة، بس هنفرد كده البطاطا كده. طبعا دول ما بيترموش، دول احلى حاجة. هنشوف لو احتاجنا تاني هنحط. بنحطها في الفرن 5 دقايق، ولو في مايكرويف هيبقى اخرنا 3 دقايق معاه. وكده خلاص هي بتتاكل سخنه كده. هوريكم حاجه كمان، شايفين شايفين بتتقطع ازاي، مش عايزه بس ابوظ المنظر. وبناكل معاها ايس كريم، اي نوع ايس كريم، بس هو يفضل ناكل ايس كريم عشان تكسر الدسامه بتاعتها. وكده النهارده عملنا وصفات جديده كده مختلفه، يا رب تكون عجبتكم. عملنا بطاطا باللحمه المفرومه والبطاطس، وعملنا كمان بطاطا بالشوكولا. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.